والله بالوزداد جمعية قوية، تعبتنا ماتش الليل هنا وعدلنا 1-1 في آخر دقائق، والإتوال ديما راهي تعمل مفاجآت لبرا، وإن شاء الله نربحوكم بروح رياضية. والله حسابيا مازالت الإتوال تنجم تتعدى، لكن كرويا صعيب شوية، أما كي نربحو مش مشكل، يعني نفرحوا شعب جمهورنا. يا ودي احنا حظوظنا ديما قائمة، احنا نجم رياضي الساحلي بالسيف لازم تكون قائمة، معناها مش مزية الحكاية دي. بدي ننتصر غدوة خاطر كل شيء بيدينا، نربحوا غدوة قدرة ربي نقعدوا نستنى وكاو ميسالش نعملوا اللي علينا والباقي على ربي. لكن اكيد فما لمسة المدرب جديد للنجم الساحلي لسعد جردة الشيبي اللي سبق له كيف كيف خاض المسابقات هذه، عنده خبرة، اكيد باش يكون عنده بعض التغييرات بعض الاضافات في مستوى التشكيل على مستوى اللاعبين لمواجهة الشباب الوزداد. مباراة اجوار ما تحكمش لاحكام مسابقة، باش يكون فيها تلعب على جزئيات بسيطة.